الانسان يعني اذا عندك جبت لاعب لا تستعجل عليه. كوارشي اول مباراه لعب معانا خمس مباريات اذكرها ما توفى. قام الجمهور كوارشي سيب، واحنا ندري امكانيات كوارشي. زمالك لاعب معروف ومع امكانياته معانا في الملعب. كوارشي مش لاعب بس، كوارشي موجه معلم محترف ومؤدب. اي لعب يعني ولا في غرور. لا عقب المباراة السادسة اشتغل كوارشي أفضل محترف أنا في رأيي الشخصي. جي للبحرين كوارشي بعده يجي برونو. اي أفضل محترف جي للبحرين كوارشي. لاعب حط جول يا أخوي، أنا ما أنسى جوله على القادسية، حطه على صدره مرخط 18. جمال عبد الرحمن راح يرمي التماس في نص ملعب الحالة، بيرميها كوارشي وبيحاول فيه الكوارشي، بيحاول يمر في الخلف مرة ثانية، بيصلح حق نفسه وراجع لها وفي ثلاث لاعبين متابعينه، بيحاول يمر منهم والاحتفاظ بالكرة وايد مهم زين، والنهاية صفر الحكم، صفر فاول لصالح نادي المحرق في فاول لما ارتكب اللاعب الدفاع في حق اللاعب الكوارشي. راح تلعب الكرة من جمال عبد الرحمن، جمال بيعلي كره داخل 18 ياردة، تنلعب الكره عاليه بالراس تحويله العناشي ما يحصلها، ما قويه بالجول، جول كوارشي وبذلك يرتفع رصيده الى 7 اهداف. جول في الدقيقه 42 ويحرز المحرق الهدف الثاني من كرة قوية مرتدة لما لعبت من العناشة واللعبت أيضا من دفاع الأهلي، رجعت في مكان سليم الكوارشي ما عطل أبدا بيحطها في المرمى محرز الهدف الثاني في الدقيقة 42. هاي اللعبة إعادة وبتروح عند العناشة، ما بيحصل العناشة بترتد براس والكوارشي على يوسف شريدة ماشي، يوسف شريدة على أوفر عالية كوارشي بول 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 كرة ملعوبة من كوارشي، حط كرة أول سجل أول أهداف المحرك في الدقيقة 15. أنا بحريني وأحب المحرك، أنزبه عيني دمع ولا فرق. أنا بحريني وأحب المحرك، أنزبه عيني دمع ولا فرق. أبرز لاعبي شوف انا كمهاجم انظر حق المهاجمين. انا كنت عدنان حليب، عدنان ابراهيم، بدر سوار ذاك الوقت، غير طبعا فؤاد، طبعا فؤاد ما اتكلم عنه، فؤاد نجم. في الوسط يوسف سبيعي، في المدافعين طبعا ذاك الوقت بالنسبه لي انا كمدافع ابراهيم الزايدة، يعني هذا استاذ ما شاء الله تبارك الله، كنت اي طبعا نجم كبير، وكنت حتى سالوني احد المقابلات من اللاعب اتمنى يكون معاكم، قلت ابراهيم زويد ما في كلام، كان افضل وسط ذاك الوقت، افضل وسط كان ذاك ابراهيم زويد. مدافعين عدنان ضيف الشريده، يعني في نجوم كثيرين. وابراهيم حردان، الحردان يحاول يمر وتروح كره ناحيه سعيد مذكور، سعيد كره معاه جناح شمال المحرقه، يحاول يمر سعيد مذكور، لعبه بالعرض الى عناشه،
على شلا سعيد هو القلب حتى القلب حتى القلب حتى القلب جول سعيد مذكور حلوة سعيد مذكور في دقيقة 26 يحط الجول الأول سعيد مذكور في دقيقة 16 يحط الجول الأول من كرة حلوة لعبها لإبراهيم الحردان وحطها هذه عارض بطيء اللعبة من عادل إلى سعيد اللي كان طالع طابع الكرة ولا فيها تسلل ولا شيء ويحط الجول الأول بعد ما مر من حارس المرمى مسجل الهدف الأول في دقيقة 16 في دقيقة 16 واحد محرك لا شيء الوحدة هدف من كرة لعبها هذا اللاعب سعيد مذكور وهذا جارب من كرة محرك يعني حصل هذا الدوري في مالي أي موسم أظن أظن 85 حصد الدوري واللي قبله كنت بس أنا مشكلتي يعني مرة لا مرة واحدة أتصور بس أنا مشكلتي إني ما ألعب موسم كامل يعني لا أنا مو دراسة إصابات لأن أكون صريح معك التدريب عند التدريب في السابق ما كان على يعني أشياء مدروسة علمية يعني مثلا عادل عنايش تدريبه يختلف عن عدان ضيف الاصل يعني المفروض ان احسن احسن المفروض يكون عندك مدرب لياقه يعني يعني مثلا مدرب لياقه ياسسك يعني المفروض بدايه الدوري يصير كشف طبي قياسات على العضلات مع عضلات بعدين يضع لك برامج تغذيه برامج تطويريه حق عضلات ضعيفه فانا عضلاتك ولا كان عندنا برنامج حديد كثير يقوي العضلات فأصيب كثير أنا خاصة في التمزق فأحيانا أنا أقعد ما ألعب فترة السبب هاي سبب هاي وبعدين في نفس الوقت كونك راس حرب أحيانا يجيك طقة طقتين قاعدك مباراة مرتين فأحيانا أنا أقعد موسم ما ألعب 5-6 مباراة ما ألعب بتتصلح لكن تطلع طويلة وتروح عند العناشي العناشي بيحاول يمر وسريع العناشي سريع وبيمر من أمامهم وقدام ما يزال هو بيحط القوة لا بيحط ولا خطرة يا سلام يا حارس حلو يا حارس بدر خليفة عينه على الكرة بالفعل شال الكرة من أمام اللاعب عادل العناشي والله شوف أنا في سنة هذه آخر موسم اللي كان مع كوارشي طبعا بجانب ظروفي الشخصيه اللي انقلتني للسعوديه طبعا جاتني عروض من السعوديه من انديه اتفاق والنهضه والقادسيه والاهلي السعودي وبعدين جاني من الاتحاد عن طريق اشغال وبعدين جاني عن طريق بعد جاني فريق من الامارات عن طريق واحد من لاعبين بس ما ودي اذكر اسمه والله ما ادري بس نسيت ما هذه لا ونادي الشباب السعودي بعد جواني حتى الشباب السعودي جواني للبيت فمحرق يعني وصلوا لي والله شوف انت احيانا توصل لمرحلة كلاعب ودك انك بعد تعطي البلد اللي تنتمي له ودك تروح تطلع شوية ترقى شوية توصل حق المنتخب اي نعم ف من ضمن الأندية ذي اللي تكلمتك عنها اخترت الأهلي السعودي. هل كنت تنتمي حق نادي ولا تحب نادي؟ لا ما كنت أنا ما كنت أنا. في ناس يحيدون الهلال. أنا في وضعي الحالي بعيد عن الرياضة يعني ما أشوف إلا بعض المباريات اللي. لا ما كنت أنتمي لها ما كنت أنتمي لأي نادي لكن كنت متابع وذاك الأهلي طبعا الأهلي يعني شرف للاعب إنك تلعب مع نادي مثل الأهلي ولا الهلال ولا. انا كان اقول لك اكون بصراحه معك السنه الثانيه في يوم كنت في الجامعه انا كانت عيني على الهلال انا كنت ابغى الهلال لكن كنا نخاف من الانديه ولا كنت ودي ابغى في ولا كنت ابغى اقعد بالرياض لكن انا كان عيني على الهلال وكانوا معي ناس في الجامعه رابعي من نادي الرياض يلعبوا معي منتخب الجامعه فقالوا لي تعال العب معنا رياض عبد كان بن رجعيه مدرب الاولمبي حقهم خالد العسكر عليك بيسي اظن ذاك الوقت فرحت لعبت في نادي الرياض فصارت مشكله بين الاتحاد السعودي
واتحاد البحرين صار في احتجاج، قالوا شلون عادي لعب ناديين، وقفوني فترة معينة، صارت قضية في الجرائد يعني. إلى أن إذا صار توافق قالوا خلاص عادل عنايش يوم الشيوخ حكم خلاص الجامعة، الشيخ الله يجزي خير الشيخ حمد بن أحمد والشيخ خليل بن سلمان قالوا عادل سنة واحدة وإن شاء الله نجيبك إعارة، إعارة لصير مدرس في السسمة، فانتظر شوي. قعدت سنة واحدة جيت إلى وين؟ إلى البحرين، فقالوا خلاص عادل عناشي إذا رجع السعودية يرجع نادي الرياض. إيه فلعبت مع نادي محرق، وأنا يعني هذا الحقيقة أشيد بالشيخ خليفة سلمان والشيخ حمد بعد الله سبحانه وتعالى هم اللي جابوني إعارة للفسمة المحرق. بدايتي من موسم أول ما جيت أظن 83 84 جيت مدرس، صرت مدرس في الحالة يمكن قعدت 3 سنوات. بعدها يوم رحت نادي الأهلي وقفت الإعارة ورحت نادي الأهلي. رياض إلى راشد إلى يوسف شريدة، يوسف لنبيل إبراهيم، نبيل قدام طويلة أمام منطقة الجزاء وبتعدي إلى إبراهيم سويف، الجول خطر على المرمى، خطر الله، جول 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 حلو جميل. عادل العنايشة، عادل العنايشة بيحط جول جميل وحلو في الدقيقة 36 في الدقيقة 36 بعد ما لعبت كرة حلوة جميلة من إبراهيم زويد في الواقع، شوف حطها على طول بشماله ومن فوق وحيد خلط اللي حاول انه يمسكها لكن لعبها عالية عنه وحط الجول الأول لمنتخب المحرك.